سلام سلام، مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله راكم كاع بخير بصحه جيده. دونك اليوم نروح نبداو الفيديو تاع حلويات. هذه الوصفه الاولى، نروح نديرو دي بغاصلي. الله الله، الوصفه الاصليه تاع لي بغاصلي. دونك ما تعاودوش تشريهم ب7000، دوكا راح رايحين نديروهم كاع في الدار. على بالي لو كان نجربوا الوصفه تدعيو لي بزاف بزاف. هيا نروح نبداو طريقه التحضير. نبداو على بركة الله. دونك نحتاجو 250 غرام مارغرين تكون طرية على حرارة درجة المطبخ. عندنا مغرفة تاع لافاني، حبيتو تضيفو زيت سيترون لعندكم. عندنا زوج بياض تاع البيض، نعم زوج بياض تاع البيض، ما كانش الجوندف، ما تخافوش الوصفة تجي هايلة، ما تقلقوش كاع ديروها، فات موا كونفيونس. فوالا نضيفو 3 مغارف كبار، باردون 4 مغارف كبار تاع السكر، السكر سنيدة، سكر كريستاليزي، هذاك اللي نديروه للقهوة. دونك هنا نروح نخلطو افيك ان باتور. وعلاش الباتور؟ باسكو البياض تاع البيض ديفيسيلمون باش يتجانس مع الزبدة، الوغ نروحو نديروه افيك ان باتور باش ما نتعبوش بزاف. ونضيفو كأس معمر مليح تاع الكاوكاو محمص مرحي، داكوغ؟ ولا حبيتو ديرو اي مكسرات اخرى، الجوز ولا اللوز، سي فوتخ شوا، تقدرو ديروه. دوكا الجوز راه رخيص شويه، تقدرو ديرو الجوز على بلاص ولا حبيتو مي بالكاوكاو، يجي بزاف هايل الوصفه الاصليه ديجا بالكاوكاو. ابخي نروحو نضيفو ان ساشي دو ليفور شيميك، خميره كيميائيه، ونجمعو بالفرينه. بيان سور الفرينه نروحو بالعقل حتى نحصلو على اون بات تكون طريه مليح مليح وما تلصقش في اليدين، باش هكا الكاطو ديالنا يجي بزاف كروستيون ويجي خفيف. ما قبل ننسى، ولا اول مره راكم تزوروا قناتي ولا عجبتكم، بيان سور ماذا بكم ديروا لنا ابوني، تفعلوا الجرس باش يلحقكم اشاك فوا جديد، باسكو مازال بزاف وصفات تاع الكاطو. ولا راكم ديجا في قناتي، وشكرا على الدعم، على لي جيم اللي ديروا لي، دائما نعطيكم الصحه، فريمون سي تري 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 جونتي. دونك نكملوا الوصفه ديالنا دروكا. راكم شفتوا القوام تاع العجينه تجي هكا، نحبسو دوكا. حبيتو تخليوها شويه مي ما تخليوهاش بزاف، يعني كا لا بات صابلي، انايا ما نخليهاش تروبوزي بزاف، باسكو ا فورس تخليوها تروبوزي تعب في الخدمه. لي بات لي لازم تروبوزي، لازم ترتاح، سي لي بات كي يجيو كيما كعك النقاش ايتو، هادو لي بات تراديسيونيل. فوالا دوكا نروحو نحلوها. دونك لا فورم اللي حبيتو تقدروا ديروها، لي بغاسي بيان سور يجيو اون فورم سيركل. انايا درتهم شويه كبار، وعلاش؟ باسكو ما عنديش بزاف الوقت لازم نخلص، درتهم شويه كبار. نتوما تقدروا تنقصوا لهم في الحجم ديالهم باش تنحيو بزاف بزاف، داكوغ؟ تفاصو انا نحيت هكاك واحد 25 ولا 30، باسكو درتهم كبار مليحه، يفو فوا. مي نتوما تقدروا تنحيو حتى كثر ولا ديروهم صغار. بيان سور العجينه ما تجيش خشينه، تجي رقيقه باسكو وزالي لي كولي. فوالا انا واش درت هكا، درت ان امبورت بياس كبير، هادو يجيو يتباعو هكاك، عندو 5 موديل، الكبير حتى الصغير. ابخي ما تثقبوهمش هكاك كي تروحو تعجنو، ديروهم دابور في السنيوه، السنيوة ديالكم، وتثقبوهم في الوسط باش لا فورم ديالهم كي تروحو تشدوهم. لو كان تثقبوهم الافونس كي تروحو تحطوهم في السنيوه، الشكل ديالهم راه يتبدل. دونك هكا يديروا، تروحوا ثقبوهم الداخل تاع سنيوه، داكوغ؟ بيان سور ابخي فوزات ليبر دو فار كوم فولي، انا عطيت لكم اون استوس، ولا حبيتو ديروا كيما انايا، اللي موالف يدير بيان سور على بالو كيفاش. دونك حنا نهضروا من المبتدئات اللي ماشي موالفين يديروا بزاف لي كاطو في الدار، باسكو كاين ناس ما يديروش بزاف لي كاطو، اشاك فوا يجي العيد هكا يكومونديو اف مونك دو طون. بون لو طون اون بو سورغانيزي، انا ثاني ما عنديش الوقت، انا ثاني خدامه عندي دراري تو، مي جو مورغانيز بور فير لي كاطو. جوست سورغانيزي، تقدروا ديروهم الافونس، اليوم ديروا الصابلي الغدوه تعسلوهم ايتو، يفو جوست سورغانيزي. فوالا دوكا راهم طابو طابو بزاف هايلين. دونك واش ندير هنا؟ لا موتي لصقتهم بالكراميل، و لوطخ موتي لصقتهم بالمعجون. دونك انا ما كانش عندي معجون مشمش، باسكو اون جينيرال يلصقوهم بالمعجون تاع المشمش مور. الوغ درت المعجون المربى اللي كاين في الدار. دونك نتوما سي او شوا، بالكراميل ثاني جاو بزاف بنين، جو فو كونساي انايا ديرو الكراميل، مي اون فغي يديروهم بالمعجون، داكوغ؟
درت لكم هكا باش واش عندكم في الدار ديروه. دو فاسون على فان يجيو مع سنين، الو يجيو بنان بنان اوتوماتيكمون. دونك هذه وصفة أصلية فريمون، سي اون تري بون روسيت والله، ماشي باسكو انا اللي درتها ايتو، سي ان تري بون غاتو. نشكر هذيك اللي عطات لي الوصفة، صافي تري تري لونتون. الو عاود جبتها درتها لكم هذا العام، فوالا دوكا راني لصقتهم قاع. دونك هنا ولا ما عندكمش الوقت تقدروا تخبيوهم دون اون بواط، تغلقوها هكا، ديروا لها الالومنيوم اللي حبيتو، ابخي تروحوا تعسلوهم بالعقل لون دومان ولا دون دو جور تخوا جور، سي با اورجون. انايا دونك واش درت، سخنت شويه العسل و ضفت شويه الماء زهر، دونك اوبليجي نسخنوا العسل باسكو لي براسلي ديالي كانوا باردين. نسخنوا العسل فوالا، نحطوهم هكا ونديروهم في الكاوكاو. ولا حبيتو ثاني درتها ديجا اون فوا، درتها بالكوفريت جات بزاف بزاف لي، ننصحكم ديروها ثاني بالكوفريت، سينو ديرو مواتي كاوكاو مواتي كوفريت، تجي بزاف هايله هاد الوصفه والله، لازم تجربوها. هاد العيد لازم تكون في المائده ديالكم ان شاء الله. وانا نخليكم تشوفوا بالعقل، الصوره راهي تهدر، ونروحوا ديريكتومون لا ديكوراسيون. نروح التزيين، تزيين سور لو كو ما على باليش واش ندير باسكو كنت مزروبه، ما عنديش الطون باش ندير لا باتا سوكر، ندير ديكوراسيون. واش درت، شديت لا فيتين كانت عندي في الدار، لا فيتين عندي شويه ناكري دوري، لازم تكون نوعيه جيده باسكو هذاك اللي يجي ماشي شباب هكا يكون دوري ديالو راح للجون ما فهمنا والو، هذاك ماشي مليح. سورتو تشريو ماركه شابه، ولا حبيتو نبعث لكم صوره، نوري لكم صوره، نحط لها لكم ابخي صوره تاع الملمع اللي يجي، الملمعات اللي يجيو ماركه شابه هايلين، تما ما تندموش كي تشريوهم. فوالا نروحو نشمخو نحطو لا فيتين ديالنا داخل الناكري، سينو تقدروا ديروا لانفيرس، تشدوا ان ساشي تعمروه بالناكري ولا عندكم بزاف، وترميو هذيك لا فيتين حتى تولي كاع دوغي، تجي ثاني شابه هكاك. بيان سور اون جينيرال اللي يتباعوا في برا في لي بونونجري تو لي براسلي يديروا لهم هكا دي تريت بالشوكولا، نتوما ثاني تقدروا ديروا هكاك ولا ما تحبوش تزيين ولا مزروبين، سا ديبون كل واحد كيفاش لا باسيونس ديالو في لي غاتو، كل واحد كيفاش. هنا نشدو سكر ديامون، نروحو نديروه من الفوق باش يتلصق هذاك، هذيك لا فايتين تتلصق من الفوق. سينو انا ما عندكمش سكر ديامون، تقدروا ديرو العسل ولا الشوكولا، اي حاجه اللي عندكم في الدار. دفاسون هاد السكر ديامون يتباع ب25 ألف، يشد يعني، ديرو اون بتيت غوت هكا سي سوفيزون. او ديبي انا كنت حبيت ندير اون فاي هكا بلا باتا سكر ونلونها بالدوري، ابخي ما كانش عندي الوقت. ليسونسيال انا عطيت لكم لا باز يعني الوصفه، لا بات سي تري امبورطون كي تجي بنينه، ابخي تزين يبقى ان بلوس. فوالا راه كنت شفتو جات سامبل، يشبع سي
سي اون فا شونجي ان بو فوالا الوصفه تاع اليوم خلاصت ان شاء الله عجبتكم ان شاء الله تستفيدوا نتلاقاو تري بيان ان شاء الله بور دو 3 سات وشكرا.